بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في الموسم الثالث من برنامج كلمتين ونص. السنة دي أنا حابب أتكلم معاكم عن شخصيات عظيمة اتأثرت بيها على مدار عمر. الشخصيات دي بعضها وده عدد قليل منهم قوي قابلته وقعدت معاه مرة واثنين وثلاثة وساعات أربعة وخمسة، وبعضهم عصرته، يعني عشت في نفس الزمن اللي هو عايش فيه وقريت أفكاره وشفت تحولاته الفكرية وقراءته المختلفة للحياة، والبعض الآخر قريت كتب أو قريت عنه أو شفت له مواد فيلمية، والبعض الآخر قريت عنه في كتب التاريخ وسمعت عنه في دروس والمحاضرات في المساجد وفي الخطب وفي الأفلام القديمة الوثائقية اللي كانت بتتناول حياتهم. كل دول سواء اللي كانوا من مئات السنين، يعني من عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للتابعين للي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم، اللي أنا دايما بقول عليهم ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، كل دول أنا أثرت إلى عدد كبير جدا، لأني على مدار عمري، ربنا يديكم الصحة ويدينا وإياكم طول العمر، على مدار عمري كنت حابب دايما أعرف وأقرأ وأفهم. السنة دي في كلمتين ونص هنتجول مع 30 شخصية أو نحو هذا الرقم. مش هنقدر نغطي الشخصيات دي في كل جوانبها لأن البرنامج وقته قليل، بس أنا بعتبر الكلام دوت تفتيح عيون، تفتيح أذان. أنا بحاول أقول لك إيه الميزة الكبيرة في كل شخصية اللي أنا اتأثرت بيها، وكلهم مميزات عشان حضرتك تكمل المشوار من بعدي وتقرأ وتعرف زي اللي قبل مننا منورولنا عقولنا وفتحولنا عيوننا وقالوا لنا اقروا عن ده واقروا عن ده وروحوا شوفوا ده وشوفوا ده. السنة دي هكلمك عن معاوية بن أبي سفيان، عن عمرو بن العاص وعقبة بن نافع، موسى بن نصير وعمر بن عبد العزيز وعبد القادر الجزائري وجمال الدين الأفغاني والكواكبي ومحمد رشيد رضا وعمر المختار ومالك بن نبي وناصر الدين الألباني والغزالي والقرضاوي وسيد سابق وعزة بوجوفيتش ونجم الدين أربكان وابن حنبل والعز بن عبد السلام والبخاري ومحمد عمارة، آخر واحد في السلسلة اللي مات قبل فترة قصيرة. الناس دي كل واحد كان له بصمة كبيرة جدا في حياتي، وكل واحد من دول ساب بصمة كبيرة جدا في الفكر والأدب والثقافة والجهاد، يا سلام، والفقه. نعم، كل واحد من دول خط لنفسه طريق إنه يسيب حاجة لما يجي اللي بعد منه بمئات بل بآلاف السنين زي الصحابة العظام والتابعين الكرام الناس تذكرهم. لو حضرتك بتقلب صفحات التاريخ وتشوف سيدنا عمرو بن العاص ولا سيدنا معاوية بن أبي سفيان ولا سيدنا موسى بن نصير ولا عقبة بن نافع ولا كل دول مرت على وفاتهم وحياتهم عشرات المئات من السنين، لكن لسه ذكراهم باقي. تستغرب منهم اللي كان شاب صغير، ومنهم اللي عاش للثمانينات، ومنهم اللي اقتصر عمره على الخمسينيات، ومنهم اللي اتجوز ومنهم اللي ما اتجوزش، بس كل واحد من دول ساب بصمة. والتاريخ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد النهاردة 1441 سنة، في عشرات الملايين مروا عليك على البشرية، لكن بقي ذكر هؤلاء، بقي هؤلاء العدد أو النفر القليل من الناس اللي ما زلت لما تسمع ذكرهم تقول سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الداهية، الله، سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه الرجل الحاكم الذي أنشأ الدولة الحديثة وصنع السفن، الله، وتقول ابن حنبل وفتنة خلق القرآن وهو واحد من الفقهاء الأربعة بل آخر الفقهاء الأربعة، لما تقول سيد سابق وكأنه واحد من الفقهاء الأربعة، سيد سابق لا ده مات في عصرنا احنا شفناه، انا شفته انا قابلته، الشيخ سيد سابق اللي قاعد مسك كتب الفقه
وقرأ ودرس وعمل كتاب فقه السنة كما لو كان واحد من الفقهاء زيه، ما بقولش في نفس المكانة بس فكر بنفس الطريقة. ما قالش يا ولد ما هو كفاية الشافعي وكفاية ابن حنبل وكفاية مالك، لا قال أنا أعمل. واللي خلاه يعمل كده راجل طيب صالح كان اسمه الشيخ حسن البنا، قال له روح اشتغل. ولا لما تشوف الشيخ الغزالي اللي كان كتلة وشعلة من الفكر متحركة، يتحرك ضد المسيحية ويتحرك ضد الشيوعية ويتحرك ضد بلادة الشعوب ويتحرك ضد الكسل وتخلف الأمة، وترجع تلاقي نفس الكلام عند الكواجبي وتلاقي نفس الكلام عند محمد رشيد رضا وعند محمد عبده، كلهم مشوا على نفس الطريق. تروح عند الشيخ القرضاوي تلاقيه مفكر وأديب وفقيه وعالم، وقاعد في صومعته. آخر مرة اتكلمت معاه قال لي أنا بعمل الموسوعة كم سنة، كم وتسعين سنة وقاعد بيعمل الموسوعة، وحضرتك بتعمل إيه؟ أكيد بتعمل كوباية شاي، وأكيد مش واخد بالك إن الدنيا بتتغير، وأكيد مش واخد بالك إن إحنا في عصر كورونا، ولا أنت عارف تعمل حاجة ولا تفكر في حاجة ولا تسوي حاجة. إحنا السنة دي هنتكلم عن الناس دي، وهناخد كل شخصية ونحللها تحليل بسيط على طريقتي أنا معاكم في البرنامج، جرعة خفيفة عشان بعد كده تروح أنت تكمل المسيرة وتعرف إنه الكلمتين ونص دول حاجة زر خفيف جدا في حياة هؤلاء، وانت عليك الباقي. السنة دي واجب هومورك، ايوه عندك واجب منزلي هتعمله ولازم تعمله علشان تعرف هو كل واحد من دول نجح في ايه وغير ايه. مين اللي غير خريطة السند؟ محمد بن القاسم، ياه شاب صغنون يعني مش كبير قوي. مين اللي فتح افريقيا؟ موسى بن نصير، عقبة بن نافع، طارق بن زياد. مين دول؟ دول عرب، بيعرفوا عربي، بيعرفوا انجليزي، بيعرفوا امازيغي، ابدا بابا فشل العربي بس، وراحوا وانتقلوا وعملوا حضاره. ليه؟ لان كان عندهم رغبه ينجحوا، رغبه ان هم يغيروا، مش في بلدهم، مش في ارضهم، مش في مكه والمدينه ولا في البصره ولا في دمشق، لا في العالم. ونجحوا في كده. دي حلقه البدايه من كلمتين ونص، وبكره نلتقي في حلقه جديده مع كلمتين ونص.